الامل، ايه اللي جدد فينا حب الوطن؟ ايه اللي جدد فينا رعايه الاسلام والمسلمين؟ ايه الاسباب اللي خلتنا عملنا كده في بعض؟ ايه؟ كل واحد فينا يرجع لنفسه ويفتكر ويقرأ. انا بقول لحضراتكم اقرأوا في السيره، اقرأوا وشوفوا الصحابه عملوا قد ايه، وشوف سيدنا ابو بكر لما يقطع سيدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على الحبيب النبي، لما يطلع رسول الله في الليل ويطلع سيدنا ابو بكر ويطلع سيدنا عمر ويطلع سيدنا عثمان، وكل واحد فيهم يسال الثاني: ما الذي اخرجك يا رسول الله من بيتك في هذه الساعه؟ يقول: ما اخرجني الا الجوع. ايه اللي طلعك يا ابو بكر؟ الجوع. ايه اللي طلعك يا عمر؟ الجوع. البيت البيوت ما فيهاش، البيوت كانوا بيطلع الواحد في اليوم على الطريق لعل وعسى واحد يكون عنده شويه تمر ولا شويه اكل يعزم الصحابه عنده في البيت يوكل عنده. احنا ليه عندنا الاحباط ده؟ ليه نفسنا نحمد ربنا على اللي احنا فيه؟ احمد ربنا على النعمه اللي انتوا فيه. تعالوا احنا نعيش شويه كده مع الحبيب النبي ومع الصحابه، وأشوف الهجرة الطيبة دي كانت إزاي، وإزاي الناس اللي هجرت دي هي عاشت حلم ورضت بما ربنا اداهولها، وإحنا مش عايزين نرضى. يقول سويد الأزدي: وفدت سابع سبعة مع أهل قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخلنا عليه وتكلمنا معه أعجب بسمتنا وزينا. النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيهم كده حلوين من قبيله الازد ودخلوا عليه وبص عليهم كده واتكلموا كلام حلو، الزي اللي لابسينه حلو، الوجاهه بتاعتهم حلوه، وجاهه المسلم، نقاء المسلم، زي المسلم. لما شاف الحبيب النبي حد كلها اعجب وقال: من انتم؟ قالوا: مؤمنون. قال: ما علامه ايمانكم؟ ما صدق إيمانكم؟ لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولكم وصدق إيمانكم؟ قالوا: يا رسول الله، 15 خصلة أو 15 خصلة تخلقنا بها يا رسول الله. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: قولوا ما عندكم، قولوا ال15 خصلة دول اللي أنتم سببهم عملت نفسكم مؤمنين. فقالوا: 15 خصلة، 5 آمنا بها، و5 عملنا بها، و5 تخلقنا بها في الجاهلية ونحن عليها إلى الآن، وإن أردت أو إن كرهتها تركناها. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: قولوا ما عندكم. قالوا: أما 5 الإيمان فإننا آمنا بالله وبملائكته، وآمنا بالله ورسله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت. يبقى آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. وأما 5 الأعمال فإننا شهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج البيت إن استطعنا إليه سبيلا. وأما 5 التي تخلقنا بها في الجاهلية ونحن عليها للآن، ألا وهي أننا نشكر عند الرخاء ونصبر عند البلاء. نشكر عند الرخاء ونصبر عند البلاء، ونصبر على مر القضاء. يا سلام يا سلام، نرضى بمر القضاء ونكون على حق وثبات في الحرب وعند اللقاء، ولا نشمت بالأعداء. 5 حاجات تخلقنا بيهم في الجاهلية واحنا عايشين معهم النهارده، إن كرهتهم مش هنعملهم. نشكر
ربنا في الرخاء، نشكر في الرخاء ونصبر على البلاء. مش قادرين نصبر على البلاء ليه؟ ده بلاء نصبر عليه، ان ربنا بلاء مش يصبر. الناس دول كانوا مؤمنين، ودي حقيقة الإيمان وصدق الإيمان. نشكر عند الرخاء ونصبر عند البلاء ونرضى بمر القضاء. مهما كان القضاء بتاع ربنا وقدره، نؤمن ونصبر ونعيش مع قضاء ربنا ونرضى من ربنا تهونا، وما نحرمش من رحمة ربنا.